بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم على قناة مجلة ريجيم. اليوم سوف نقدم لكم خلطة رائعة للتخسيس، خصوصا إذا رافقتها بحمية السعرات لمدة 10 أيام. حاول أن تكون حميتك لا تتجاوز 1200 سعرة حرارية. سوف يساعدك هذا على فقدان 6 كيلو من وزنك. كما أن من فوائد هذه الخلطة أنها تنعكس على البشرة فتقوم بشدها ومنع ترهلها. مكونات الخلطة: نحتاج 1.5 لتر ماء، 4 ملاعق بذور الشمر، ملعقة كبيرة بدر الكتان، ملعقة كبيرة من مبشور قشور الليمون. طريقة التحضير: نغلي الماء جيدا، نطفئ النار، نضع كل المكونات، نغطيها مدة لا تقل عن ساعتين على الأقل، بعد ذلك نصفي المشروب. أما طريقة الاستهلاك فتكون كوب قبل النوم، كوبين على الريق صباحا وقبل الإفطار بحوالي نصف ساعة، وقبل أي وجبة بنصف ساعة نشرب كوب. إذا التزمتم جيدا برجيم سعرات حرارية صحي وهذه الخلطة ستفقدون حتى 6 كيلو في 10 أيام. دمتم أوفياء للقناة، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم الجديد. في أمان الله، سلام.